وقت اللي مشيتوا هي هيك؟ ايه والله يا بنتي، حبست حالها بالأوضة، فتت لصحيها تقوم تاكل معنا بس ما عم ترضى تقوم، وانا ما حبيت اضغط عليها، تركت على راحتها. يا الله كريم، هات هي من عندك. يسلم. ماشي، انا اسفه قومتك من على الاكل، مشان الله لا تواخذينا خاله، امانه لا تواخذيني. ارجعي كملي اكلك. ماشي حبيبتي، تسلمي، مع السلامه، خلينا نشوفك. تصبحوا على خير. شفتي بنتي، رجعت اتصلت تطمن عليها. ماما ما كان لازم من الاول تخليها تقابل علا. خلص اتركيها، انا بقيمة. بعد ما بلشت تطيب شوي رجعت انتكست هلا، لو تشوفها يا مدحت طول الوقت وهي عم تبكي. ما رح يمشي الحال، لازم يشوفها دكتور. دكتور بده مصاري، وبصراحة نحن ما معنا ندفع له. ما لازم تاكلوا هم المصاري، حتى لو تدينا لازم نعالجها، صحتها أهم من كل شيء. الله يخلينا إياك وما يحرمنا منك ويديمك فوق راسنا يا ابني. يلا بنتي كملي أكلك لشوف. برافو برافو عليك يا حبيبتي. شو كان بدي أعمل؟ كنتي رح تسلقي بطاطا، شو نسيتي؟ إيه خلص أنا بسلقها، أنت ريحي شوي. معناتها رح ساوي صينية برك تانية وحطها بالبراد مشان بكرة. مساء الخير. كيفك أمي؟ أنا منيحة. ليش أنتوا لساتكن هون لهلا؟ بدي أخلص كل الشغل مشان ما ننعجق بكرة. نزير بيك ما إجا معك؟ لا، ضلينا رايحين جايين بين القصر العدلي والمخفر، بس أنا ما تحملت تركته وإجيت لهون. إيه الليلة رح يستدعون لعثمان ومصطفى على المخفر مشان يستجوبون. إيه منيح. نزير بيك ضل بالمخفر وبيجوز يتأخر كتير هنيك. حصرناهم بالزاوية هلا، وعن قريب رح يتعاقبوا إن شاء الله. نام مراد؟ نام قبل ما خلص الحكاية. كان باين عليه إنه نعسان، عم يتمشى وعيونه مغمضة. أنا باخد هاي لكريم. خدي حبيبتي. خليه يطلع يتعشى معنا، ليش قاعد بأوضته؟ قصة قصة. تعب كتير اليوم، قال ماله نفس. أي طبعاً بده يتعب عيني إذا راكد كل النهار من هون لهون ورا فاطمة. كان عم يحكي مع نزير بيك على الموبايل، سمعته. حتى نزير المسكين اليوم ما ارتاح من الصبح وهو عم يفعي. ماشي استاذ، شو فينا نعمل؟ رح نستنى. طيب انا بالبيت، كلهم هون. ايه الكل بالبيت. خلص ماشي، الله يعطيك العافيه. قال جابوا لعثمان على المغفر والتاني ما عم بيلاقوه. يلا مد ايدك. كرمالي بس لقمة. ماشي. طيب احكي لي، بلكي بترتاح. بس انت رح تنزعجي. بدك تسأل شو كان عم يعمل مصطفى. لا غلطانة، بعرف شو اخدوا لهنيك. ما بدي احكي عن هذا الوسخ، لانه واحد حقير لدرجه انه مستعد مشان المصاري يوقعك بفخهم. بالنسبه لإلي هو ما بيختلف عنهم كتير. ليش؟ مشان الله لا تسالني شو عملوا. ليش كريم، خلينا ننسى الموضوع كرمالي.